وكعادتنا هنبدأ معاكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها مناقشة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس إيمانويل ماكرون الوضع بغزة، وأكد الرئيسين على أهمية تجنب توسيع الصراع، والحكومة أيضا أكدت على تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة خلال السنة المالية الجارية 2023-2024 من أجل التنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. كمان أيضا في 331 طائرة شحن مساعدات لقطاع غزة استقبلها مطار العريش منذ يوم 12 أكتوبر الماضي، وتفاصيل وأخبار تانية هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللي حرص على توجيه التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر لفترة رئاسية جديدة، وأكد استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المتميزة مع مصر، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكداً من جانبه على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة. الاتصال تطرق أيضاً للأوضاع الإقليمية، واستمع الرئيس الفرنسي لرؤية الرئيس بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع. واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة، كما أكدا أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصاً على مقدرات شعوبها اللي بتتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي. امبارح الحكومة أكدت على تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة خلال السنة المالية الجارية 2023-2024 من أجل التنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وده حسب ما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ. امبارح ارتفع إجمالي عدد الطائرات اللي نقلت مساعدات دولية لسكان قطاع غزة عن طريق مطار العريش بشمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم ل 331 طائرة، بعد استقبال 4 طائرات خلال الساعات القليلة الماضية قادمة من كينيا وبلجيكا وروسيا والأردن. وأوضحت بيانات حركة وصول المساعدات الدولية لقطاع غزة عبر مطار العريش أنه تم خلال الساعات القليلة الماضية استقبال طائرة شحن مساعدات من كينيا ونقلت 38.19 طن من مستلزمات الإغاثة، ومن بلجيكا نقلت 52.424 طن بطاطين وأدوية، ومن روسيا نقلت 18.28 طن مستلزمات طبية، ومن الأردن ونقلت 13.22 طن مواد غذائية وإغاثية. امبارح بدأت الإدارة العامة للمرور في الجيزة في إجراء عملية غلق كلي لمحور الفريق كمال عامر باتجاه محور المنيب لمدة يومين لتنفيذ أعمال اختبار الأحمال، واللي بتستغرق يومين وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وده تزامناً مع تنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري محور المنيب القوس الغربي، تحديداً المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل، وهو ما يستلزم غلق كل لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري محور المنيب اتجاه الطريق الدائري القوس الغربي. أما جولتنا في المحافظات فمعنا مجموعة من الأخبار، من أبرزها تسليم قطع الأراضي المطروحة بالقرعة العلنية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومنها أيضا بدء رصف طريق كوبري محمد همام بالبداري، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية في محافظة أسيوط. كمان في محافظة البحيرة تم الكشف على 1435 مواطن في قافلة طبية، وانطلاق 10 قوافل دعوية بمساجد شمال سيناء. وأخبار تانية من محافظات أخرى نستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. مع
محافظات مصر شهدت أيضا مجموعة من الأحداث، أبرزها أن جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية أعلن عن البدء في تسليم قطع أراضي إسكان اجتماعي والسابق طرحها بين عامي 2018 و2020 بالمجاورة رقم 3 بحي الفردوس والمجاورات أرقام 4 و5 و6 بحي الكوثر وفقاً للجداول للذين استوفوا الشروط وسددوا القيمة المالية المطروحة في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير مساكن اجتماعية تناسب الشباب. أعلنت محافظة أسيوط عن استكمال خطة الرصف بمركز البداري والبدء في رصف طريق كوبري محمد همام ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024، وده للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة ليهم في النقل والانتقال تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030. نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية سيدي عقبة بالمحمودية، وتم الكشف خلالها على 1435 مواطن مجاناً من خلال وجود 11 عيادة طبية. مديرية أوقاف شمال سيناء هتشارك في مسابقة أفضل أداء دعوي على مستوى المديريات الإقليمية، وانطلقت 10 قوافل دعوية للمساجد تغطي جميع إدارات الأوقاف الفرعية بمراكز محافظة شمال سيناء في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة. الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج أعلنت عن إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وده ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. مديرية الشؤون الصحية بالأليوبية أعلنت ختام فعاليات القافلة الخدمية والتوعوية المقامة ببنها والخاصة بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. أسفرت القافلة عن تقديم الخدمة ل 6135 منتفعة بالقافلة خلال 3 أيام. مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد نفذت مسابقة اللياقة البدنية للشباب ضمن خطة نشاط مركز الشباب خلال شهر ديسمبر، وده بمشاركة عدد كبير من الشباب على مستوى المحافظة، وتحتوي المسابقة على عدد كبير من التمارين منها الضغط الصدري وتمارين البطن والجري في المكان بمشاركة عدد كبير من الشباب على مستوى المحافظة.